مؤخرا بقينا بنشوف بيدجات على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة هدفها هو المساعدة. أي حد محتاج يستفسر عن حاجة، أي حد محتاج يعرف حاجة، بيدخل يكتب الاستفسار بتاعه وبنشوف الناس بترد. كل واحد طبعا بيبقى يعني استفسار متخصص شوية، بنلاقي المتخصصين من الشباب اللي قائمين على هذا الجروب أو هذه البيدج هم اللي بيردوا عليه. فاحنا بنشوف الكلام ده بقالنا فترة وبنتابعه. امبارح بقى تحديدا وانا بقلب في السوشيال ميديا لقيت بوست كده من سطر واحد استوقفني شوية، رغم اني شفته كتير لكن يمكن عشان اجواء رمضان وكده. البوست ده مكون من 10 كلمات، جه عليه حوالي 500 تعليق. يعني خليني اقول ان ده من احلى واجمل الحاجات اللي انا شفتها من اول شهر رمضان، حاجة في منتهى الكرم ومنتهى الجمال والعظمة والتكافل والمودة وكل الصفات الحلوة اللي انت عايز تقولها قولها، هتلاقيها موجودة في هذه التعليقات. البوست شاب جامعي مغترب من الإسماعيلية بيقول: حد يعرف أماكن موائد رحمن في الإسماعيلية في نطاق شبين والجامعة عشان إحنا طلبة ومغتربين. شوف بقى كم التعليقات اللي جات له على هذا البوست، كله بيتسابق في إنه يوصل للطالب يا بسنت عشان يوصل ليه الفطار، وليه مش ليه لوحده، ليه هو وزمايله كمان. ناس كتيرة بعتت له كمان على الخاص لدرجة إنه في ناس كتبوا أرقام تليفوناتهم في التعليقات عشان يتواصلوا معاه، عشان يقدموا المساعدة، عشان يوصلوا له الفطار لحد المكان اللي هو موجود فيه. أنا شفت البوست يا شاذلي، في الحقيقة أنا يعني ما استغربتش إنه ده طبيعي، إحنا بنشوف ده على طول مع المصريين، وأنت عارف إنه البيجز دي فعلاً بتعمل، بنلاقي ناس كتيرة قوي بتتهافت على مساعدة الناس. وفي الحقيقة لما أنا كمان دخلت وقريت التعليقات لقيت إن الناس في الحقيقة في جمال كده غريب في الحقيقة. يعني الناس كاتبه له: كلنا تحت أمرك، أكلك أنت وأصحابك، أفطارك أنت وأصحابك لغاية آخر رمضان عندي، والناس تعزم بعض في البيوت مع أن محدش عارف حد، فناس حاسة ببعضها وده الجميل. يعني طبعا الناس عارفة أن الطالب ده ممكن يبقى النهار كله برا البيت في الشارع، ما عندوش وقت يجهز الفطار فيه، يمكن كمان ظروفه المادية لسه عشان هو طالب ما تسمحلوش أن هو كل يوم يشتري فطار جاهز. عشان كده شفنا كل واحد بيحاول يساعد وكل واحد بيحاول يقدم اللي عنده واللي يقدر يقول عليه واللي يقدر يعمله، زي ما بيقولوا الجودة بالموجود، لأن الكرم مش مرتبط بالغنى، الكرم مرتبط بالنفس الصافية والقلوب الراضية، وكرم المصريين والخير اللي في مصر هيفضل يوم الدين يا شاذلي. احنا دايما بنشوف الموضوع ده يا بسنت، لو تفتكري كده في الصيف اللي فات لما حد كتب: أنا عايز أروح اسكندرية أنا وولادي ومش معايا تقريبا غير 1000 جنيه وعايزين نقضي 3 4 ايام في اسكندريه. شوفي كم من الناس اللي عرض انه يوصله، واللي عرض ان هو يديله الشقه بتاعته، واللي من اسكندريه وعرض ان هو يفسحه هناك بعربيته. هي دي الجدعنه، هي دي جدعنه المصريين اللي احنا دايما بنتكلم عنها. صفه الكرم والجدعنه مش مرتبطه كمان بمحافظه واحده. الموقف ده حصل في الاسماعيليه امبارح، قبلها بيوم بالظبط الشرقوه، جدعنه الشرقوه طبعا لكل سنه بنتكلم عنها في كل موقف بيكون بيحصل في الشرقيه، بنلاقي اهل الشرقيه طالعين قمة في الجدعنة وقمة في الكرم، عملوا اللي دايما متعودين عليه في رمضان السنة دي، عزموا القطر على فراخ مشوية مثلا. يعني عايزة أقول لك ده حصل، والقطر طلع من القاهرة وهو رايح المنصورة، وهو داخل على محطة أنشاص الرمل المغرب أذن. عايزة أقول لك إن في الشرقية طالما المغرب أذن مفيش حاجة اسمها كده، هيطلعوا يفطروا القطر كله، يعني لازم الناس كلها تفطر. الركاب اتفاجئوا بشباب كده طالعين القطر بيوزعوا عليهم وجبات فطار ومية وعصير، وكانت في الحقيقة أجواء يعني جميلة جدا. ربنا يديم علينا كلنا أيام الخير والبركة. إحنا بنصبح على حضراتكم ورمضان كريم، وهنكمل معاكم.